أهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين والمشاهدات. حي لما نحكي إنه جامعاتنا وصلت لمرحلة هي بحد ذاتها أصبحت مصدرا لتصدير الأفكار الجديدة والعلوم، منكون فخورين جدا بالعديد من الجامعات ومنها جامعة الحسين التقنية. اليوم عم نحكي عن إنجاز علمي وأكاديمي، ورح نفسر لكم إياه أكثر طبعا، لأنه يعني الخبراء يستطيعون الحديث عن الطاقة البديلة بشكل أفضل، وأيضا ما يسمى بالهيدروجين الأخضر. لذلك اليوم يسرنا أنه يكون معنا الدكتور لطفي الشريف، وهو نائب رئيس جامعة الحسين التقنية، برفقتنا هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور، وأهلا وسهلا بك. أهلا فيك. أهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا. الله يبارك فيك. شكرا، يعطيكم ألف عافية، دائما جهودكم مشكورة. وبداية، إحنا بنتحدث دائما عن التحول الطاقي والطاقة المستدامة، وجامعة الحسين التقنية كان لها يعني إنجاز في هذا الموضوع. نتحدث اليوم عن Power to X، وهو مشروع أطلقته الجامعة. حابين نعرف أكثر بداية عن Power to X. شكرا لك. شكرا. خليني أشرح P to X. يمكن هذا يعني مفهوم غريب شوي، هو أوسع من الهيدروجين. P to X مفهوم أنه أنا الP هي ترمز إلى الطاقة، P2X، ويفضل أن تكون طاقة متجددة. نحن الحمد لله بالأردن غنيين بالطاقة الرياح والطاقة الشمسية. منحول هاي الطاقة إلى X هو رمز لأكثر من شيء. فممكن يكون هيدروجين، ممكن يكون مشتقات الهيدروجين زي الأمونيا، الميثانول، تولوين إلى آخره. ممكن يكون حرارة P2H. إذا حولته لغاز بسميه P2G. Power to gas. إذا حولته لليكويد وقود مثلا سائل P2L، إذا حولته لحرارة P2H مثلا. فالفكرة بشكل رئيسي أنه أنا الطاقة المتجددة اللي موجودة عندي، إذا ما استعملتها في هذيك اللحظة من طاقة الطاقة الكهربائية، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحولها لأحد هذه المشتقات. والسبب أنه أنا ممكن أستعملها فيما بعد، ممكن أدخلها في بعض الصناعات زي صناعة الحديد الصلب مثلا في بعض البلدان الآن بيستعملوها، والأهم ممكن أنقلها. نقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة صعب. يعني صعب، أنا ممكن أمد طبعا كيبل بحري وأوصل لأوروبا، بس هذا مكلف جدا وغير فعال. الفعال أكثر أنه أنا أحوله لهذا الوقود مثلا السائل الأمونيا وأنقلها عبر الأنابيب أو عبر السفن والهذا. فبي تو إكس فيه له سبب مهم، وهو يعني جزء حيوي جدا من التحول الطاقي. لا أستطيع أن أكتفي بالتحول الطاقي بالطاقة المتجددة واستعمالها، الطاقة المتجددة واستعمالها، في جزء مهم ناقص بكمل هاي المعادلة اللي هو البي تو إكس، اللي بمفهومه الأضيق هو الهيدروجين، بس بمفهومه الأوسع هو بي تو إكس، باور، طاقة متجددة إلى شيء معين إكس. طيب يعني دكتور، الآن إحنا بنحكي إنه الأردن يعني قطعت مجال بموضوع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وعم بيكون في مشاريع حتى على أرض الواقع في ذلك، لكن ما هو دور الجامعات الآن وعلى رأسها جامعة الحسين التقنية في تطوير هاي المفاهيم والمشاريع وإخراج أجيال تستطيع العمل بفعالية في هذه في موضوع هذه الطاقة؟ نعم، سؤال مهم جدا. يعني رح نشوف في كل في هاي المشاريع كل جهة لها دور. أيوة. أحد الأدوار المهمة للجامعات إنها أول شيء تعمل الكاباسيتي بيلدينج، بناء القدرات. بناء القدرات كان جزء مهم جدا من هذا المشروع. أنا ما بقدر يبدأ عندي التحول والهيدروجين وأنا ما عندي وعي. ما عندي وعي علمي لهذا. فكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع بناء القدرات. فكان في دورات عقدت في ألمانيا، حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، في مؤتمر في عمان عن الهيدروجين الأخضر حضروا كمان عضو من أعضاء الهيئة التدريسية. هذا بيبدأ يخلق الوعي والمعرفة عن هذا الموضوع. الشيء الثاني كان دور الجامعة، وكان في تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية بتطوير دورات تدريبية في موضوع الهيدروجين. موضوع الهيدروجين موضوع جديد. لو اطلعنا على معظم الخطط الدراسية لسه ما لحقت الخطط الدراسية إنها تضمن موضوع الهيدروجين فيها. فكان أحد الأشياء المهمة هو تطوير دورتين، دورة وجاهية طورناها في الجامعة، وكذلك طورت دورة أخرى في الجامعة الألمانية الأردنية، وتدريس هاي الدورة عن أساسيات الهيدروجين، أساسيات البي تي إكس، تحوله من شكل آخر، طرق إنتاج الهيدروجين، وتدريس هاي الدورة سواء لطلبة الجامعة
الخريجين وكذلك للناس المهتمين من القطاع العام والقطاع الخاص. هذا الدور تدريجيا بيبدا يخلق هذا الوعي الموجود عند الناس، فلما يجي مشروع بكون انا في عندي صار في وعي طاقات مؤهله وفهمانه. الشيء الاخر كمان اللي هو تقديم نموذج احنا سميناه ابسكيلينج اللي هي رفع الكفاءه او اعاده التاهيل، بحيث انه يكون في عندنا قدرات ممكن من الخريجين في تخصصات اخرى في الهندسه الميكانيكيه، هندسه الكهربائيه، هندسه الطاقه، هندسه الكيماويه، هدول محتاج هو جزء بسيط لرفع كفاءته بحيث انه هو يصير قادر انه يدخل في مجال مشاريع الهيدروجين والتحول. فهدول يمكن هم الشيئين المهمين تقريبا اللي هي بناء القدرات، التدريب بحيث انه انا اكون جاهز للتشغيل. يعني ان شاء الله لما تبدا المشاريع الكبرى، هاي الميجا بروجكتس، المشاريع الكبرى اللي بتبدا تظهر في الاردن، بيكون صار عندي امكانيه انه انا اعيد تاهيل الكفاءات الموجوده عندي الى ناس كفاءات تستطيع تشتغل في هذه المشاريع. صحيح. برافو. يعني دكتور، السعي الجامعة دائما بانها توفر، او خلينا نحكي بلغه اخرى، ان تكون حاضنه لمشاريع الطلاب شيء مهم. أعتقد بأن طلابنا الآن خصوصا لما يتوفر لهم هذا الجو يعني داخل الجامعة، هناك العديد من الأفكار والمشاريع اللي يعني ممكن أنها تخطر على بالهم وأنهم يسعوا ينفذوها على أرض الواقع. من خلال ذلك الجامعة دائما تسعى إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء حتى أنها تقدر توفر لهم لربما هذا التطبيق العملي، الفرص. أحيانا كان هناك 13 مذكرة تفاهم تم توقيعها، وأيضا مشاركة في كوب 28، وهي أيضا خطوة وفرصة للطلاب. جداً. نعم. يعني الاتفاقيات في 5 منها اتفاقيات كانت في موضوع الهيدروجين وقعتها الوزارة. نعم. معالي وزير الطاقة وقعها، هذه مهمة جداً لأنه هاي هي البداية لجذب الاستثمارات بحيث أنها تشتغل في الهيدروجين الأخضر في الأردن، إنتاج هيدروجين، أمونيا، ميثانول مثلاً. هذا رح يتبعه بناء القدرات، زيادة التشغيل، فهذه كثير مهمة. كان في مجموعة من الطلبة حوالي 10 طلاب حضروا الكوب 28. هذه من جامعتكم؟ العشرة من جامعتكم؟ من جامعتنا. نعم. في أظن طلاب من جامعات أخرى، بس في 10 طلاب من جامعتنا. حلو. بعضهم خريجين بعضهم طلاب. هاي زي ما كنا بنحكي تحت الهواء، هاي فرصة رائعة جداً للطالب لبناء شخصيته فعلاً. أنا يعني لازم أنا كجامعة دائما أفكر شو الخبرات والمواقف اللي بدي أحط فيها هذا الطالب بحيث أنه تبدأ تبنى شخصيته. نعم. عدا عن الأداء الأكاديمي ومهم طبعا والمعلومات مهمة طبعاً. لكن أنه هو يعرف يتعرض لمواقف مختلفة، يعرف يتصرف في هاي المواقف، يقابل ناس، يروح يشوف الورشات اللي موجودة في كوب 28، يشوف شو الناس اللي عمالهم بيحكوا اليوم، إيش المشاكل العالمية اللي عم بتصير، شو صعوبة المفاوضات، هذول اللي عمالهم بيحاولوا يفاوضوا في هذا، يواكب ويعرف الصعوبات والمشاكل وحتى يروح على هذا المؤتمر ويواجه صعوبات إنه يدخل القاعة، يدخل القاعة الغلط، يروح يشوف. هاي لا غنى عنها إنها تبني شخصية الشخص. هذا لما يروح لسوق العمل بنبسط جدا عليه صاحب العمل، بقول لك شوف هذا تعرض لهاي التجربة وهاي التجربة وراح وهذا فعلا. هذا هو الأدوار الجديدة للجامعات أو الدور المهم للجامعات فعلا. إنه أنا أجهزه كشخص متكامل طبعا. وإنه جامعاتنا يعني توفد طلبة لكوب 28 يعني بهذه يعني قمة بهذه الضخامة وبهذه الأهمية، هذا شيء تشكر عليه حقيقة في الجامعة. أنا بس للتوضيح تفضل. الشكر طبعا لمؤسسة ولي العهد اللي هم دعموا الطلبة إن شاء الله عليهم. يعني هذه طبعاً. من الأشياء اللي هم دائما مش غريب عليهم، دائما هناك دعم للشباب يعني. نعم. من المؤسسة عليهم أبدا. كان هذا دعم. هلأ في 4 مهندسين طلعوا من الجامعة على حساب الجامعة وكمان، بس يعني الطلبة فعلا أنا بعتقد أن التجربة هاي غنية جدا جدا يعني جداً. أنا بتذكر لما أنا كنت طالب لما وتجيني فرصة زي هيك فعلا بعتبر هذا إشي رائع جدا بالفعل. أحسن من كثير محاضرات أحسن والله. صحيح. يعني فعلا هاي يعني بتبني شخصية، بتزيد مهارات، بتطلع الواحد على العلوم الجديدة في العالم كمان بشكل أو بآخر. طيب دكتور، إحنا يعني هاي المفاهيم نسمع في الطاقة البديلة ومتجددة والهيدروجين الأخضر والبي تيو إكس وكل هاي التفاصيل، هل لك أن يعني تأتينا بمثال من حياتنا
البسيطة لحتى نصير يعني أكثر قربا من هالمفاهيم. نعم. نعم. ونصير عارفين عن إيش عم نحكي. نعم. حتى إحنا كشعب عادي يعني طبعًا. مش متخصص طبعًا. في هذا الموضوع طبعًا. إحنا مثلا من أحد المصاعب اللي بتواجهنا حاليا وأنتم بتعرفوا يمكن في بيوتكم في أنظمة طاقة شمسية منزلية الصغيرة إحنا أحد التحديات اللي بتواجهها الآن شركة الكهرباء الوطنية بشكل عام أنه أنا بالفترات اللي عندي فائض شديد من الطاقة الشمسية أحياناً بوصل لمراحل ما بستطيع أستفيد منها أو أستفيد منها. هذا المفهوم وأنا بدك تعذرين استعمل التعبير الإنجليزي كيرتيلمنت بأدي إنهم بالكيرتين يعني وقف. تطلب شركة الكهرباء الوطنية من المولدين إنه لازم تتوقف الآن عن التوليد للطاقة الشمسية لأنه أنا مش مستطيع أستعملها ولا أخزنها وهذا يعني خسارة طبعاً. لأنه إحنا خلال النهار في عنا فائض من الطاقة الشمسية. وين الصعوبة اللي بتواجهني بالليل بعد الساعة بعد الغروب بتواجهني لأنه توقفت الشمس. فهذا التفاوت يعني هذا التفاوت ما بين التنين هذه بتسبب لي مشكلة وأنا ما عندي بطاريات أخزن في طبعا مخططات للتخزين. فممكن الهيدروجين إذا كان في مشاريع إنتاج هيدروجين بتيجي يعني لهدف آخر بتساعدني جدا في هذا المجال في الوقت اللي عندي أنا فائض من هذه الطاقة الشمسية أنا بستطيع أولد هيدروجين كأنك عم بتخزنها خزنها هو صار كأنه إلى أوقات أخرى. طريق التخزين أحد طرق التخزين الذكية في هذا الموضوع طبعا هي مكلفة لكن ممكن مشروع الهيدروجين هو يكون أصلا موجود لأغراض أخرى فأنا بستفيد منه إنه أنا أخزن الطاقة الإضافية وفي اللحظات اللي بحتاجها أرد أسترجع هذه الطاقة فهذه من أحد بخفف من الهدر اللي عم بخسره سواء لما تشد طاقة الرياح أو تزيد الطاقة الشمسية أنا استفدت كثير منه هو كأشي بكمل هاي ومن هون لما إحنا بدينا المقابلة حكينا إنه هو بكمل التحول الطاقي يعني بيساعدني جدا إنه أستطيع هذا التحول الطاقي إنه عشان هيك سميت متجددة هي على طول يعني موجودة ولكن تخزن مشكلتها intermittent متفاوتة يعني intermittence كمان عذرين على التعبير الإنجليزي بس إحنا ما في مشكلة إحنا تعبير علمي متقلب يعني الشمس بتيجي غيم بيجي غيوم بتروح الشمس بتروح لهذا برجع الشمس تمام. بتشد الرياح بتزيد سرعة الرياح بتقل سرعة الرياح هاي بنسميها يعني صعوبة هذا التقلب اللي بيصير بربكني صح. بربكني أنا كشركة كهرباء وطنية صح. والهذا هلأ إذا استطعت يكون عندي مصدر إني أخزن هذا بيساعدني إني أخزن بعض هاي الطاقة وأسترجعها فبيساعد كثير بالهذا شكرا. حتى لدرجة في دول عمالها بتفكر إنه الهيدروجين يكون سيزنال ستورج يعني فصلي بين الصيف والشتاء بالصيف بيزيد عندي كثير إنتاج الطاقة الكهربائية بالشتاء ممكن أرد فمش بس كمان تخزين على مدى 24 ساعة ممكن يكون تخزين للفصول تخزين فصلي نعم. نعم. فهذا بيساعد كثير أكيد بالتأكيد أعتقد دكتور قديه هذا الموضوع مكلف يعني التحول بشكل الطاقي بشكل أو بآخر مكلف جدا ولكن توجه الأردن في هذا المجال أيضا هناك خطوات هناك مشاريع هناك خطة استراتيجية ترسم على أرض الواقع اليوم لما نتحدث عن طلابنا تحديدا عم نشوف عندهم هذا الوعي عم نشوف هذا الفكر الجديد يرسخ من خلال الجامعة قديه عم نشعر بأنه الطلاب الآن جاهزين إنهم من خلال تخرجهم أو بعد تخرجهم إنهم يشتغلوا بشكل مباشر في هذا المجال خبرتهم أصبحت كافية إنهم يقدروا يواكبوا لأنه إحنا عم نتحدث عن علم جديد عم نتحدث عن تطور أعتقد يمكن القليل من الدول التي تسعى إلى تطبيقه نعم مهم جدا طبعا يكون عنده المجال المعرفي الطالب أكيد. أو الطالب يكون عنده المجال المعرفي فهذه مهم هذه إحنا الآن في مساق اختياري في السنة الأخيرة للطلبة بإمكانهم يدرسوا مساق الهيدروجين هذا جديد يعني أدخلوا حتى يدرس الآن في هذا الفصل يدرس في الجامعة لعدد من الطلبة فصار عنده المجال المعرفي هلأ في نقطة مرتبطة بشكل غير مباشر باللي حضرتك سألته اللي هي فكرة الريادة والابتكار هلأ في مساق متخصص بياخده كل طالب في الجامعة هو بركز على فكرة الريادة ولا تدرس الريادة إنه بالطريقة التقليدية تدرس بأنه هذول الطلبة ينضموا كمجموعة ثلاث طلاب أربع طلاب وهم ينشئوا شركة وهمية وفيها منتج والمنتج هذا هم يدرسوا ليش هذا المنتج في حاجة للسوق فيه بدهم يقدموا الدراسة تبعتهم المالية وأنه هذا يعني منتج ممكن يكون عليه طلب بدهم يقدموا يعملوا presentations
مجموعة من أصحاب العمل والهذا يفكروا في الموضوع وبعدين بيطلع. هذه رح تبدأ تغير عقلية الطالب أنه أنا ما بدي أفكر بس بالوظيفة. هلأ هم ممكن يضطر طبعا هو يطلع يشتغل في الوظيفة بس بضل عقليته أنه في بديل. عقلية في ابتكار عنها. هذه مهمة جدا أنه إحنا نخلق لها. فهذه مرتبطة باللي حضرتك حكيته أنه أنا ممكن يكون هو مثلا في مجال الهيدروجين المعرفة مهمة لكن العقلية نعم بالتأكيد التي أعذريني مرة ثانية أن هذا العقلية أو طريقة التفكير إنه أنا أفكر في بديل نعم. في بديل بالإضافة دكتور بأنه خلينا نتحدث بشكل صريح بأنه الطالب الآن مش بحاجة لتلقين، يعني بنشوف الطالب أحيانا عم بيكون متخرج ولكن ما عنده معلومات كافية عن تخصصه تماماً. اليوم عم نشوف بأنه الطالب عم بتخرج ولكن قادر أنه يشتغل في تخصصه نعم. وفاهم تخصصه نعم. هذا الفرق، يعني الجامعة تسعى دائما إلى تشغيلهم ومساعدتهم في التشبيك حتى 100%. في نقطة مهمة جدا، أنا يعني مهم إني أعلمه بس المهم إني أعلمه كيف يتعلم. أنا إذا استطعت إني أخلق في الطالب الفكرة إنه هو يعرف يروح يجيب المعلومة لأنه في إشي اسمه العمر النصف الهاف لايف، عمر النصف للشهادات الجامعية، هاي نقطة كثير كثير مهمة. شو هي دكتور؟ هي مأخوذة من المواد المشعة إنه إلها هي هاف لايف، إنها بعد فترة زمنية معينة بنزل الإشعاع تبعها للنصف، فاستعملوها للشهادات. كم سنة لازم تمر على الشهادة الجامعية حتى يصير نصف المادة اللي موجودة فيها ما إلها فائدة؟ قديمة حالياً 5 سنين. خمس سنين. ما هو العلم متسارع بالضبط، فأنا شو بدي ألحق أدرسه قد ما أعطيه معلومات؟ إذا أنا علمته كيف يتعلم حليت المشكله فعلا. صحيح. هو راح يصير المتعلم الازلي، لايف لونج ليرنينج، التعلم مدى الحياه. اذا انا قدرت انجح في هاي المهاره انا يعني عملت شيء مهم. اذا انا خلقت شخص متفاعل ويعرف يتفاعل مع الناس وذكي في المواقف، شخص بيعرف يتعلم ويجيب المعلومات يشوف المهارات المختلفه والهذا، يمكن انا على فكره عملت هي المهمه. هاي هي المهمه. نعم. فعلا. المعلومات راح تروح وتيجي. ما بنهمل المعلومات بس انه يعني عاده التفكير انه هدف الجامعه تخلق هذا الشخص، والجامعه راح يضل لها دور على فكره. يعني الناس اللي بيقولوا الجامعات انتهت ومش عارف شو، انا هذا مش صحيح. طبعاً طبعاً. في دور اجتماعي الطالب بحب يدخل الجامعه ويكون في له دور يعني وضع اجتماعي واصحابه وحتى العضو الهيئه التدريسيه يتفاعل معه، لكن في دور مهم اني اخلق هذا الشخص، اعمل من هذا الشخص شخص متفاعل قانص للفرص، بيعرف يتفاعل دبلوماسي، بيعرف يروح يشوف الهذا، بيعرف بفهم الرياده واداره الاعمال والهذا، بيعرف يتعلم، هو لايف لونج ليرنر، قضى فتره في شركات واشتغل فيها بالتمرس المهني والتدريب. أنا على فكرة أنجزت مهمتي 100%. وإذا خلقنا فيه الفضول الإيجابي، يعني إنه على طول ذهنه بيقول لك أنا شو هذا الموضوع، إيش أسرار هذه القضية. أنا بحب الطلاب الفضوليين، عندهم هذا الفضول الإيجابي الرائع اللي بيخليهم يتقدموا لقدام. أنا كنت أحكي للطلبة عفوا أنا قاطعتك، تفضل يا دكتور، مهندس بدون فضول صح تماما ما بنفع. صح. بده يكون عندك دائما فضول، بتشوف شيء كيف هذا بيشتغل، ايش بيعمل، كيف اوصل له هذا. صح. انا دائما بقول حتى يعني خلينا نحول فضولنا من انه فلان شو عمل وفلان وين راح وين سافر لفضول أتعلم. اكثر جمالا نتعلم اللي حضرتك حكيتيه، فضول نتعلم إيجابي. تماما. نعم. بالاضافه لي يا دكتور، انا يعني انا سمعت حديثك حول موضوع انه الجامعه رح يضل لها اهميتها بجامعة رائدة مثل جامعة الحسين التقنية، عم نحكي عن بنية كمان مساعدة، يعني وين بده يلاقي الطالب يعني حاضنات أعمال، مختبرات. صحيح. مصانع زي اللي بتقدمها. صحيح. جامعة الحسين. نعم. التقنية. نعم. تحكي لنا عن البنية. نعم. التحتية. نعم. التي تساعد الطلاب. نعم. في جامعة يمكن الحسين. يعني في عاملين ثلاث عوامل كثير كثير مهمة. تمام. منها مثلا الابتكار وريادة الأعمال، إحنا عندنا الحاضنة. تمام. هلا الحاضنه هذه بتسمح لهذول الطلبه، بتفتح لهم فرص انه يروح يشوف الشركات هاي اللي بدت ويتفاعل معها وممكن يتدرب فيها. رائع. فهو عمله بشوف، هو باخذ الدوره اللي حكينا عنها او المساق اللي بياخذ عنه اللي هو الرياده والابتكار. فكمان هاي بتخلق هذا جانب مهم جدا، فانا بشجعه على هذا. وبعدين هذه بتقدر تعطيه كمان الاسناد من ناحية المالي مثلا، من ناحية الخبرة، ياخذ خبرة من ناس يشتغلوا في هذا المجال ويستفيد منهم. في نقطة كثير مهمة أنا بتوقع أنها مهمة جدا وهي بتفتح، في فريق متخصص في جامعة الحسين التقنية للتمرس المهني، نسميه في اللغة الإنجليزية apprenticeship، في العربي تمرس مهني. هذا الفريق هو شغلته
العلاقات اللي احنا بنيناها ووقعناها مع هاي الشركات المختلفة يستثمر هذه العلاقات بانه يفتح فرص عمل وتدريب لهلوع الطلبة. هذه فرصة التدريب فترتها 8 أشهر. ثمانية أشهر بتعمل فرق كبير في شخصية الطالب لما يروح هو بسبب العلاقات 180 اتفاقية تفاهم مع الشركات وبسبب الفريق المتخصص اللي أتقن مهارة إيجاد هذه الفرص وربط هؤلاء الطلبة في هذا التدريب. الثمان أشهر في طلاب بيرجع شخص مختلف تماما. ما شاء الله. لأنه هو تعرف على الشركة على الشركة بشكل كويس، هم تعرفوا عليه، غالبيتهم إذا كان في سنوات الأخيرة خصوصا بيجي فرص عمل، عرض عمل، عدد منيح الحمد لله بيجي فرص عمل. وهذا اللي أنا حكيته هذا ما بيجي من فراغ، بده جهد، بده جهد في فريق متخصص بس وظيفته. هذول يمكن بتوقع هذول الشغلتين الأساسيات بالإضافة اللي حكيناه اللي هي إني أحطه أنا بمواقف يروح مثلاً في exchange program، في تبادل، برنامج تبادل مثلاً مهم. في فرنسا، في بريطانيا مثلاً، يروح على COP28 يحضر نشاطات لامنهجية متنوعة في الجامعة بتطور شخصيته، زي الـ MUN اللي هو مؤتمر الموديل الأمم المتحدة كأنهم دول مجموعة دول، هذا خلصناه حديثاً. أو مثلاً في مسابقة اسمها مسابقة السومو اللي مفتوحة على مستوى الجامعات كلها والمدارس، هذا بأنهم يبنوا روبوت يتقاتل مع روبوت ثاني بحيث أنه يطلعوا من الحلبة. شوف هون حل المشاكل، مهارة حل المشاكل كيف أنا هذا يعني هي بتظلها تلف حوالين أنه أنا أبتعد عن الطريقة التقليدية 100% وأبدأ 100%. أشوف شو المهارات اللي بتصنع هذا، بتصنع منه إنسان فعلا. بتساعد الوطن بالنهاية بابتكار حلول للعديد من المشاكل 100% اللي بيعاني منها بلدنا، منها مثلا شح المياه وغيرها من الأشياء. نعم بالتأكيد. يعني إحنا اليوم فخورين بهذا التوجه صحيح، لأنه إحنا بنحكي اليوم الطالب لما يتخرج وأحياناً بيصير عنده صدمة بس يفوت لسوق العمل ونعم يعني بيكون في فصل بين الواقع والخيال اللي كان عنده، ولكن اليوم من خلال هذه المذكرات التدريب وضع الطالب المناسب في التدريب المناسب من خلال الفريق الموجود، كل هاي جهود مشكورين عليها فعلا. هذا توجه بنفتخر فيه، جامعة فعلا عم بتقدم الكثير للطلبة، هي حاضنة أيضا أفكار وأعمال وعلم في نفس الوقت. شكرا لكم فعلا دكتور، يعني أنت اليوم خير مثال على يعني هذا التوجه. طبعا هذه جهود يعني جهود أكيد. الجامعة الرئيس عنده يعني هذا سيدي حسين ما شاء الله الدعم اللي بقدمه لهذا، وطبعا الفريق يعني هذول الجنود مجهولين او ان شاء الله مش مجهولين اللي بيحركوا وبيشتغلوا الاثر واضح. نعم ان شاء الله انه يكون هذا نقدم شيء ما شاء الله عليكم. الله يعطيكم الف عافيه، وبنقول اولادنا بايد امين ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك.